السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومات جديده معانا النهارده. اختبار على منهج شهر اكتوبر كونكت فور سنه رابعه ابتدائي الترم الاول 2025 من كتاب المعاصر بيج 235. شرحنا المنهج بالكامل وحلينا تدريبات الكتاب بالكامل، وقريبا هننزل حل كتاب المراجعه، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض. السؤال الأول: listen and circle، استمع وضع دائرة. The correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. From A, B, C or D، من الأربع اختيارات يبقى هنسمع ونختار. The Fennec fox lives in the deserts of North Africa. It's smaller than other foxes. It's 20 centimeters tall. It weighs around 1 kilogram. It eats insects, lizards, and small mice. The fennec fox loses heat from its ears. يبقى ده السؤال الأول. بيقول لي ثعلب الفينك بيعيش في صحاري شمال أفريقيا، هو أصغر من الثعالب الأخرى، بيأكل الحشرات والسحالي والفئران الصغيرة. ثعلب الفينك بيفقد الحرارة من أذنيه. السؤال الثاني هو اختياري على كلمات شهر أكتوبر. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. the bear، الضب، has sharp نقط to catch fish، عشان يصطاد السمك، عنده كلوز، عنده مخالب حادة عشان يصطاد السمك. the crocodile، التمساح، is huge، ضخم، and تبقى scary، ضخم ومخيف. we نقط chickens in Egypt، يبقى we raise، بنربي الدجاج في مصر. We raise chickens in Egypt. The نقط is a person، هو الشخص. Who is like a king، مثل الملك، من الشخص اللي زي الملك، emperor، الامبراطور. السؤال التالت قطع ناقصة كلمات. Read، اقرأ، and complete the text، أكمل النص with the words in the box، بالكلمات. هنا fox يعني ثعلب، leaves أوراق شجر، big كبير الحجم، camel جمل، desert صحراء. At school، في المدرسة. We learned about animals، اتعلمنا عن الحيوانات. رايم gazelles، غزلان الرايم. live in the Sahara، نقط، بيعيشوا فين؟ in the Sahara desert، في الصحراء الكبرى. they eat grass، نقط، and plants، بيأكلوا حشائش أو عشب، leaves أوراق شجر، and plants ونباتات. also أيضا we learned about، تعلمنا عن the Fennec fox، عن ثعلب الفينك. it is small، هو صغير. but it has not ears، but it has big ears، بس عنده أذان كبيرة. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة، نقرأ القطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. read the text، اقرأ النص، and answer the questions، وأجب على الأسئلة. the elephant، الفيل، is a big animal، حيوان كبير أو ضخم. it has a long nose، عنده أنف طويل، and big ears، وأذان كبيرة. elephants need to live in very large areas، هنا تحتاج الأفيال أن تعيش في أماكن واسعة جدا. because they eat and drink so much، لأنهم بيأكلوا ويشربوا كثيرا جدا. they eat grass، بيأكلوا عشب، and leaves، وأوراق شجر. they have four legs، عندهم أربع أرجل. we can see elephants، نستطيع أن نرى الأفيال in the zoo، في حديقة الحيوان. or watch them، أو بنشاهدهم on TV، على التلفاز. the elephant، الفيل، is bigger than the mouse، أكبر من الفأر. dogs are thinner than elephants، الكلاب هي أرفع من أو أنحف من الأفيال. page 236، صفحة 236. choose، اختار. the main idea of the text is about، الفكرة الرئيسية للنص هي عن إيه؟ عن elephants، الأفيال. elephants living، نقط، بتعيش الأفيال فين؟ large areas، المناطق الواسعة أو الكبيرة. answer، أجب. what do elephants eat، ماذا تأكل الأفيال؟ الأفيال بتأكل إيه؟ they eat، بيأكلوا grass and leaves، حشائش وأوراق شجر. which animal is bigger، أي حيوان أكبر؟ the elephant or the dog، الفيل ولا الكلب؟ طبعا the elephant، الفيل.
bigger than the dog. هو أكبر حجما من الكلب. السؤال الخامس صحح. Read and write the correct form. اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة. Of the words between brackets. للكلمات اللي بين الأقواس. He not painted his room. This means he painted it again. هو بيضها مرة تانية. تبقى re-painted. Re بمعنى again. هو أعاد بيضها. دعاء is very clever. But she studies her lessons very well. هقول and. هي شاطرة وبتذاكر دروسها بسرعة جيدة. ما ينفعش but ولكن تعبر عن التناقض. But تعبر عن التناقض. Crocodiles. التماسيح are dangerous than the hippos. لا هنا مقارنة بين اتنين. هتبقى more dangerous. زين. Camels are slow than horses. هتبقى slower than. هنا مقارنة بين اتنين في الصفة الطويلة فبحط more صفة than. هنا مقارنة بين اتنين في الصفة القصيرة بحط صفة are than. الجمال أبطأ من الخيول. السؤال السادس. بنكت ويت علامات ترقيم. Spiders are very helpful. هنا الاس كابيتال. يبقى دي spiders are very helpful. أول حرف في الجملة كابيتال. طب الجملة دي إيه؟ جملة خبرية بادئة باسم اللي هو العناكب. يبقى في النهاية فول ستوب. نقطة. السؤال السابع. اكتب باراجراف من 18 كلمة على كاملز الجمال. أول حاجة هنعملها هنكتب العنوان في نص السطر. كاملز. بين علامات تنصيص. بنسيب مسافة في أول سطر. حوالي 4 حروف. ألي وزاوت ووتر بدون مية. سترونج قوي. نحط الكلمات في جمل ونكون أفكار. ممكن نقول كاملز الجمال are strong animals. حيوانات قوية. زي دي عايدة على الجمال. زي help us بتساعدنا. تاني سطر هنبدأ من الأول بقى خلاص. هو أول سطر بس بنسيب مسافة. To carry things. أن نحمل الأشياء. هناخد كذا فكرة النهاردة عن الجمال وانت بقى تختار 3 4 جمل حوالي 18 كلمة. Their milk. لبنهم. Is delicious. لبن الجمال لذيذ. We can use. نستطيع أن نستخدم. Their fur. فروهم. ليه يا ترى؟ To make clothes. عشان نصنع الملابس. Camels are perfect. هما مثاليين for the desert. للصحراء. They can live. بيستطيعوا أن يعيشوا. أي without water. بدون ماء. Without water. بدون ماء. For a long time. لمدة طويلة. يبقى دي فكرة الباراجراف. العنوان في نص السطر. من علامات تنصيص. بسيب مسافة في أول سطر. الحرف الأول كابيتال. في نهاية كل جملة فول ستوب. وكده يبقى خلصنا مراجعة شهر أكتوبر من كتاب المعاصر منهج كونكت فور. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.